لا يختلف اثنان على أن عيش الإنسان في وطنه مع حفظ كرامته وتوافر أسباب الحياة الكريمة إلى ولعائلته هو أفضل ما يمكن أن يؤسس عليه الإنسان حياته، ثم ينطلق بعد ذلك إلى تطوير نفسه وتحسين ظروف معيشته. لكن بمجرد أن يجد الإنسان أنه بدأ يفقد ما يحفظ كرامته في وطنه وبدأت شروط الحياة الكريمة تتساقط أمامه واحد بعد واحد، يبدأ ساعتها بالتفكير جديا في الهجرة خارج بلده. وبمجرد أن يجد مكان ملائم تصان فيه كرامته وتتوفر لأسباب الحياة فيه، فإنه يحمل حب وطنه في داخل قلبه ويهاجر إلى حيث يجد الأمان إلى ولعائلته، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة عندما هاجر من أحب البلاد إلى قلبه مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. بالنسبة للي اتخذوا قرار الاستقرار في تركيا بشكل دائم أو بشكل مؤقت، لابد أن يكون عندهم أسباب، وأسباب منطقية ومقنعة في كثير من الأحيان. خلونا نتعرف اليوم على أهم الإيجابيات اللي يتحصل عليها من يتخذ قرار العيش في تركيا. أما السلبيات فراح أذكرها بشكل ضمني، يعني لابد من وجود سلبيات، فتركيا وغيرها من البلدان هي جزء من العالم وليست جزء من الجنة. تركيا بلد جميل ومتنوع إلى أبعد الحدود، متنوع إلى درجة أنه أغلب الناس لما يجون إلى تركيا راح يلقون مكان يعجبهم. العرب مثلا يفضلون طرابزون ومناطق البحر الأسود، الروس الأوروبيين وغيرهم يفضلون مناطق البحر الأبيض المتوسط، أما اسطنبول فبالطبع الجميع يفضلها. أول إيجابيات تركيا هو جمال طبيعتها وتنوعها، يعني يكفيكم حتى تشوفون هذه الفقرة أن تقومون بسفرة بين مدينتين، ويا حبذا أن تكون هذه السفرة بالباص وبين مدينتين المسافة بيناتهم بعيدة شوية، راح تشوفون كم من الطبيعة والجمال هائل جدا. انطلقت في رحلة من مدينة ألانيا على سواحل البحر الأبيض إلى مدينة قونيا في وسط تركيا، وكان الطريق مذهل بمعنى الكلمة. بالبداية بحر، ثم بعد ذلك دخلنا في وسط جبال طوروس الشاهقة بغاباتها وقممها، وبعد ذلك دخلنا في صحراء كبيرة ما لها حدود، يعني الطبيعة بكل أشكالها تقريبا. ثاني إيجابيات العيش في تركيا هي الدين والعادات الكثيرة المشتركة ما بين العرب والأتراك. تركيا بلد مسلم بأغلبيته الساحقة، ورغم أن دستور البلد علماني إلا أن الكثير من أبناء شعبه يحافظون على عادات محافظة، وهذا يتركز في مدن معينة أكثر من مدن أخرى، مما يسهل على العرب والمسلمين بشكل عام أن يتأقلموا في هذا البلد عندما يعيشون فيه، بعيدا عن الكثير من المضايقات اللي يتعرض لها العرب والمسلمين في بلدان أوروبا، خاصة فيما يتعلق بالملابس، تربية الأبناء، تأدية الطقوس الدينية وغيرها. لا أنسى ردة الفعل شديدة الإعجاب والتأثر للكثير من الأخوة والأصدقاء عندما يسمعون صوت الأذان اللي يصدح في شوارع المدن التركية، خاصة أن صوت الأذان في تركيا شجي ومميز. من أجمل ما يتعلق بالأذان بتركيا هو أنه كل أذان إلى مقام خاص، يعني أذان الفجر إلى مقام خاص طويل نوعا ما، بينما المقام الخاص بأذان المغرب يكون سريع. ومن أسباب هذا الاختلاف هو تمكين الأشخاص المحرومين من نعمة البصر من معرفة الأذان من خلال المقام. الإيجابية الثالثة للعيش في تركيا هي رخص الأسعار. هذه الفقرة يلمسها أغلب القادمين الجدد إلى تركيا سواء للسياحة أو للسكن، بس احذروا، هذا الموضوع كثيرا ما يكون ذو تأثير عكسي ويخلي الناس تصرف أكثر من أجل أشياء ما يحتاجوها، خاصة إذا ضفنا إلى هذا وجود أروع الأسواق والبازارات في تركيا. ورخص الأسعار ما يتعلق بس بالسلع مثل الأثاث والمواد الغذائية والسجاد وبس، لكن رخص الأسعار يمتد إلى أسعار الخدمات التعليمية أيضا، فالجامعات التركية بدأت تستقطب الكثيرين من كل أنحاء العالم بسبب رخص الأسعار الخاصة بالأقساط وجودة التعليم والخدمات الصحية أيضا مشمولة بهذه الفقرة، فتركيا جدا متقدمة بهذا المجال، وأيضا تكاليف العلاج وأسعار الأدوية تعتبر من الأرخص على مستوى العالم. رابع إيجابيات تركيا
هو قربها من بلداننا العربية، قربها الجغرافي إلى أغلب البلدان العربية. يعني بالنسبة للعراقيين مثلا يمكن أن يسافروا بالباص بسبب وجود حدود برية بين البلدين، أما بالنسبة لباقي البلدان العربية فإن ساعات الطيران على الأغلب تكون قصيرة أو متوسطة. وهذا شيء مهم جدا، أولا لأنه يوفر الكثير من تكاليف السفر، وثانيا وهو الأهم برأيي فإنه في عامل نفسي يشعر الإنسان بقربة من وطنه، هذا شيء مهم جدا جدا. لكن للأسف الشديد هذا العامل تعرض إلى ضربة قوية جدا بعد انتشار فيروس كورونا اللي وضع عقبات كبيرة على السفر بين البلدان. كل ما ذكرت من إيجابيات لا ينفي أنه في تركيا عدد من السلبيات أيضا، حالها في ذلك حال كل بلدان العالم. يقف على رأس هذه السلبيات عامل اللغة مثلا، وهو عامل مهم جدا حيث لا يمكن للإنسان أن يتأقلم في أي مجتمع جديد دون أن يكون متقن للغته. كما يوجد اختلاف بين المدن التركية في درجة تقبلها للأجانب، كما أن قلة فرص العمل إلى حد ما تضع عبء كبير على من لا يمتلك مصدر ثابت للدخل كالتقاعد وغيره من التحويلات المالية من البلد الأم، هذا أيضا عبء كبير وعبء اقتصادي. إلى هنا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم أيها الأحباب. إن أعجبكم التقرير وأفادكم فلا تدعوه يتوقف عندكم، وشاركوه مع من تظنون أنه يحتاجه من معارفكم وأصدقائكم. لا تنسوا تسجيل إعجابكم أو عدم إعجابكم به، وأذكركم بتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. خالص تحياتي، دمتم بأطيب حال ومع السلامة.